إذن أكد خبراء اقتصاديون في أن الاقتصاد التركي يعاني من مشكلات اقتصادية كبيرة، وفي مقدمتها الانخفاض المستمر في قيمة الليرة التركية والتضخم المرتفع، مشيرين إلى أن هناك الكثير من الملفات أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الفائز بولاية رئاسية جديدة، والتي تحتاج إلى معالجات سريعة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد وتحقيق استقرار. لكن السؤال الأهم والحرج والذي بات مطروحا على نطاق المتخصصين، هل هي مشكلات بالفعل هي التي تواجه الاقتصاد التركي، أم أنها عوارض لم يفهم بعد أسبابها، رغم القوة الاقتصادية التركية الانتاجية والتصديرية، فإن انهيار العملة مستمر وارتفاع التضخم دائم. تعتبر تركيا واحدة من الاقتصاديات الأكبر نموا عالميا، وتعتبر أيضا واحدة من الملفات المحيرة للاقتصاديين على مستوى الأرقام الخاصة بالتضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض العملة. حول هذه الأسئلة يسعدني أن يكون ضيفي في الاستوديو المحلل الاقتصادي والمالي الأستاذ سعد الخطيب. أستاذ سعد، أهلا وسهلا يا بكم. مرحبا، كيف الحال؟ أستاذ سعد، على ماذا يركز أردوغان أو ركز أردوغان في خطابه الاقتصادي انتخابيا برأيك؟ تمام. قبل أي شيء خليني أحكي بعض الأرقام اللي تعنى بالاقتصاد التركي. أولا، الفائدة في تركيا 8.5%، طبعا نزولا من 19% من سنتين. التضخم كما تذكر من أشهر كان تقريبا 83، اليوم 43%. الصادرات كما نعلم حوالي 255 مليار دولار بال 2022، من الممكن أن يرتفع إلى 270-280 مليار دولار هذا العام. الحقيقة البطالة في تركيا هي 10%، بس أعتقد نصف هذه البطالة هي برغبة، يعني ممكن يكون أحد الأشخاص بيشتغل أونلاين ومش مسجل. ممكن كما نعلم أنا وحضرتك بالسوشيال نتورك بيطلع شخص مثلا بيقول أنا أعرض بزنس معين على وظيفة براتب يومي كبير، يعني مش صغير، ولكن لا أحد يأتيني. طيب، الدولار مع الليرة التركية اليوم 21.5. طبعا بعد شوي حنحكي قليلا على المؤشر البورصة، سوق اسطنبول المالي وشو أهميته بالسؤال تبع حضرتك. طبعا قبل ما جاوب على الوعود، اليوم مؤشر السوق أو النمو بحد ذاته 2022 5.6%، الربع الأول هذا العام كان المتوقع 3.5%، أتت النتائج بأفضل من التوقعات ب4% رغم الزلزال. طبعا ممكن، طبعا هذا العام لا أعتقد تحت 3.5% حيكون النمو، يعني أقل بنقطتين من السنة الماضية. ولكن إذا منلاحظ بعد شوي عند استلام، وهنا الكلام المفاجئ، عند استلام حزب العدالة والتنمية للحكومة، كم كان مؤشر، هو طبعا سوق اسطنبول المالي يوجد له ثلاثة مؤشرات رئيسية، كم كان؟ ما يقارب 117 نقطة. اليوم 5500 تقريبا نقطة، كم ضعف ارتفع؟ شو معناته هالكلام؟ معناه أن الاستثمار عالي جدا في هذا السوق، معناه أن نتائج الشركات مهمة بشكل كبير جدا، مرتفعة بشكل كبير جدا. والدليل أنه 150% سوق اسطنبول المالي جاب 2022 السنة الماضية. طيب، بعض الكلام هيدا حكينا، ثم الآن سنتحدث عن بعض الوعود التي وعد بها الطيب أردوغان. أولا، الأمور الملحة، إعمار المناطق الزلزال. اثنين، التضخم والاقتصاد، يعني ملف أساسي على الطاولة. نفس الفكر، والله أعلم، يعني اليوم إجا السيد محمد شمشيك هو اللي استلم وزارة المالية، ممكن يكون له فكر بأنه يتم رفع الفائدة إن تطلب الأمر. طبعاً يوجد غضب شديد حول ما في شك. طيب أردوغان يريد تخفيض الفائدة، ليس فقط في طيب أردوغان، على مواقع السوشيال، مواقع التواصل الاجتماعي التركية يقولون نحن تحملنا كل هذا الوقت من أجل أن يتم أن نذهب إلى نموذج خفض الفائدة، ثم يأتي يرفع الفائدة، لذلك الناس تحملها. تماما. وبالتالي الحقيقة هلأ السيد محمد شمشيك إلى الآن لم يتم استنباط الفكرة الخاصة تبعه، مثل كأني في فكر إبداعي غير تقليدي سيتم تقديمه. والحقيقة الشخص
يعني معروف عالميا واستلم مناصب كتير كبرى من خلال مثل شركة ميرل لينش وخلافه، من أهم الشركات في الأرض، حتى صنف من أهم 500 شخصية في الكرة الأرضية اقتصاديا. طيب التي تعنى بجيبة المواطن كما ذكرنا، تخفيض الفائدة، 2 رفع الحدنا للأجور الشهر القادم بمعدل 45%، وطبعا خدمة الغاز للمنازل مجانا لمدة عام واحد، بالإضافة إلى الاستمرار بالنهج ذاته للخطة الاقتصادية اللي هو الاستثمار، زيادة الصادرات وتقليل الواردات وتقليل العمالة وخلافه. وبالمناسبة سيد عامر، هل تعلم أن اليوم أي مشكلة في أي بلد، أكبر مشكلتين في اقتصاد أي بلد، التضخم مرافقة معها البطالة، هنا كارثة. ولكن طلعت دراسات أن لو كان هناك تضخم، التركيز الأولى هو على البطالة، على الأقل لو كان أجري عم يتاكل بشكل سريع، ولكن أنا أعلم أنه في دخل يأتيني كل فترة أو كل شهر. لذلك اليوم الفكر تبع الاقتصاد التركي برفع الاستثمار وتقليل الفائدة من أجل زيادة الاقتراض، من أجل زيادة النمو، سيطلب حتما عاملين جدد، وبالتالي سيؤدي إلى تقليل معدلات البطالة.